طيب هل 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 هذا الاستهداف المتكرر لماهر الأسد وهذه المعلومات الخطيرة التي تقولها من الممكن أن يكون بشار الأسد ضليعا فيها؟ والله لا أعتقد. يعني إذا كان بشار يريد التخلص من شقيقه فلن يحتاج لأن يكون هناك أيدي إسرائيلية تنفذ بدلا عنه. بشار لديه الكثير من الأدوات الإجرامية التي إمكانها التنفيذ، وبحيث لا يتم توجيه أصابع الاتهام له أولا، ولا يتم تحويل الموضوع إلى أن إسرائيل قتلت شقيق الرئيس. يعني يمكن ببساطة تدبير حادث سير على الطريقة التقليدية التي اعتاد عليها النظام، وآخر حادث سير من هذا النوع كان عملية اغتيال لونا الشبل مستشارة الأسد الخاصة. ف يعني بشار قد يكون لديه رغبة بالتخلص من شقيقه، لكن بالتأكيد لن يكون بهذه الطريقة. هناك مؤشرات على وجود خلاف بين الشقيقين بخصوص الاصطفاف. يعني بشار يتجه أكثر نحو روسيا، يتجه نحو محاولات انفتاح على عدة دول عربية. هذه الدول العربية وضعت شروطا عليهم، على رأسها بندان أساسيان. البند الأول إيقاف عصابات تهريب الكبتاغون. البند الثاني هو سحب سوريا من الحضن الإيراني وعودتها إلى الحضن العربي. بشار الأسد قد يرى أن مصلحته الآن هي مع الدول العربية. يعني المحور الإيراني عموما الآن في حالة سيئة، هناك الكثير من التضعضع والتراجع في قدرات المحور وتأثيره في المنطقة. فمن الأجدى له قد يكون العودة إلى ما يسمى الحضن العربي. ولكن ماهر متداخل مع الإيرانيين في مصالحه بدرجة عالية جدا. ماهر يعني عمليات التجار بالكبتاغون هو يقوم بها بشكل مباشر من خلال عناصر الفرقة الرابعة بالشراكة مع الحرس الثوري الإيراني. ماهر يقدم الغطاء الكامل للتحركات وتمركز الحرس الثوري وميليشياته في سوريا، يقدم لهم الحماية والترفيق داخل الأراضي السورية، ويسهل عبور جميع الشحنات التي يتم نقلها من العراق إلى لبنان عبر سوريا، سواء كانت هذه الشحنات شحنات نفط إيراني أو عراقي أو كانت شحنات أسلحة.